نعم تفضل حسين. حسين علي حميد واحلام قاسم. البو جوينت، البو جوينت. نعم تفضل. الالبو جوينت اللي هو يسوي بالثيرد ورك وبالانسز. والالبو جوينت تختار لنا ثلاث زوايا اللي هي ال 30 وال 90 وال 130. والمكونات مع الالبو جوينت الصناعي اللي هي تكون يا اما التيتانيوم يا اما الستيل يا اما النحاس. والبولي اثيلين هي الماده اللي بوشينج. نعم طبعا بالنسبة للمناسبة انه ستيل، ستيل والنحاس، عفوا ستيل والنحاس هي مادة مواد انكومباتبل الا اذا كان ستلس ستيل، لان النحاس مادة يترسب عليها مادة انكومباتبل، والستيل ايضا مادة هي ايضا مو بيولوجية، لكن هي اكو بعض المشاكل يوقع بها بعض الباحثين انه يتصور انه يعني ما عنده خبره بالمقبوليه الاحيائيه. فمثل التيتانيوم هو ايضا عالي جيد جدا، الكبر والستلستيل، الستلستيل هم ايضا بولي اثيلين جيد، بس الكبر هنا أنا. ستلستيل. نعم تفضل كمل. افضل ماده لصناعه الالبو جوينت هي التيتانيوم. طبعا التيتانيوم نعم. المقدمة نستخدم الالبو جوينت للمرضى اللي يعانون من الالبو بين. نعم والأمثلة الموجودة بالالبو جوينت اللي هو الروماتويد ارثيتس، نعم اللي هو مرض يصيب السينوفيال ميمبرين اللي نعم هو يكون موقع بين الهيومرس والراديوس اند الما، نعم واللي هو يحيط بالجوينت. نعم هسه نجي على العملي. نعم 3D Elbow Implant Drawing، عملية زراعة يعني رسم وتصميم زراعة الإلبو. نعم بال 3D هذه يعني الإلبو، هذه الإلبو جوينت هاي المزروعة. نعم نعم تطويرها ببرنامج. نعم سوليد وورك. نعم وانسز ورك بنج 15 واللي هو نقدر نرسم به الهيومراس والاونر والبوشنج والهنج. نعم نرسمها بصورة مفصولة. نعم وبعدين اكسبورتد سولد ورك 2014. نعم امبورتد تو انسز بعدين نحولها للانسز. نعم للانسز ورك بنج 15 هنا انا سويته انتو الفان مايسيس تريسيس وظهرت انه يعني الجوينت جيدة، لكنما اللي هي المناطق اللي راح تدخل في تجويف العظم هي اللي راح يكون بها تركيز زيادات عالي. شنو اهم النتائج؟ احنا قدرنا نرسم الالبو جوينت بالانسز وبالسوليد وورك. نعم نسوي السترين بها. نعم نعم لعدة زوايا، يعني زاوية انحناء 30 درجة و90 و130، يعني زاوية، يعني زوايا اللي هي زوايا اللي الاستخدام اليومي لهذا الالبو. التما تنسال ستريس هنا عندنا بروبرتيز للمواد هذه، شوف مواد مختلفة نعطينا وبعدين هنا الكومبوننت. فاذا هنا هاي تفاصيل ايضا. وين المصادر؟ ما يخالف اوكي هسه هذه اوكي مشروع جيد. وهاي البو نعم والجوينت اللي هو مفصل الذراع ممتاز. عندنا حسين علي حميد احلام قاسم حسين منو هسه ايضا عنده مشروع وراهم. اهلا وسهلا عشت ايدك. بعد منو عنده مشروع؟
احنا الان بهاي الساعتين نريد نكمل مشاريعنا. هذا تقرير باقي لنا حدود 5-6 تقارير. انا راح اختار بسرعة اذا انتم ما تقولون. انا راح امشي التقارير المتبقية. احمد فنجان ويا من احمد فنجان. احمد فنجان. هاي بالوجه مال الاجهزة الطبية الصباحي باقينا بس احمد فنجان. وين احمد فنجان؟ زين. نجيب الميكانيك الاحيائي اسيل عبد الله. اسيل. الحسن محمد. امير احمد. حور مكي. روان خلدون. زهراء كريم. زينب عبد الله. علي اياد. زينب عبد الله. يلا اوكي زينب تفضلي. يعني رجاء ممثل المرحله وانتم زملائكم خلي يجون الزملاء الباقين. احنا علوش يعني فاتحين محاضره. غدا نكمل هذا ايضا امتحان شفهي. وهم ايضا يعني تقرير مختبر وكويز يعتبر. يعني بي عدة مهام. احنا جايين على 5-6 تقارير يعني شنو ننجز منهم؟ حور نعم حور تفضلي. اي اوكي هسه احنا المهم انه ننجز نريد ننجز هاي العملية. هسه تفضلت قالت اني موجودة زينب اول شيء عبد الله. زينب هسه طلعت تقرير. احنا نفس التقرير. انت حور مكي؟ اوكي نعم. خلينا نشوف تقريركم وينه. حور وزينب. منو اللي دز ارسل التقرير؟ حور لو زينب؟ خلينا نروح. ارسلته. خلينا نروح على المجموعة الثانية. ديانا. زينب عبد الله. زينب عبد الله مو تمام؟ اي نعم. زين هسه اوكي خلي اني احول هسه واضح التقرير على الشاشه؟ واضح التقرير؟ اي دكتور واضح. اذا جيد. عندنا هنا زينب عبد الله والحسن وحور مكي. زين. Simulation of human bone implant duralumin material with variation loading using NC software. جيد. فاذا هنا زراعة عظم بشري محاكاة من الديور الألمنيوم بمختلف أنواع الأحمال باستخدام برنامج السوفت الأنسي سوفت وير. تفضل من راح تتكلم الآن؟ نعم دكتور. محاكاة زراعة مادة الديور الألمنيوم بأحمال مختلفة. نعم. بهذا البحث راح نستخدم 6 أحمال مختلفة لهذه المادة. اول شيء مادة دورالومين سبيكة متكونة بصورة رئيسية من الألمنيوم والنحاس. نعم. بصورة عامة زراعة يعني تثبيت العظام بحالات الفراكتشر اكو مواد شائعة اللي هي تيتانيوم. نعم. بس هنا راح نستخدم الدورالومين. الدورالومين شنو المواصفات المهمة انه مادة حالية؟ شنو اهم المواصفات؟ المتانة العالية. نعم. والقوة أيضا. نعم. وأيضا خفة الوزن. والشير ستريس. شير ستريس عالي. نعم والوزن أخف من باقي المواد. وأيضا عندنا سعر أقل كلفة. والسعر أقل تكلفة من باقي المواد.
نعم تفضلي. المادة ستة فاريشن، هنا بنستخدم ستة فاريشن من الأحمال من 450 إلى 950 نيوتن، يعني من 45 كيلو إلى 95 كيلو وزن الشخص. نعم تفضلي. نعم أحمال مختلفة. نعم. المادة راح تطلع، هذا المعدن يطلع بمادة مادة تكون حيوية بحيث تكون بها هاي بايو كومباتيبلتي وتتوافق مع أنسجة الجسم. نعم. والمادة راح تطلع بها اللي هي الهيدروكسيابتايت. نعم. راح تطلع بها بسبب أن الهيدروكسيابتايت تكون مفيدة للعظام، تساعد على الشفاء بصورة أسرع حالات الكسر. وتكون متوافقة جدا مع الجسم بحيث ما يعتبرها جسم غريب عند الزراعة. ممتاز. هذا عن طريقة العمل. قلنا انه احنا ماخذين من 45 ل 95 كيلوغرام لودينج، هذا الويت اوف امبلانت يوزرز اللي راح نزرع لهم عدة ست اشخاص حسب الوزن من 45 ل 95. نعم. وهنا الانسز المستخدم سيموليشن انسز 18، الاصدار 18. عندنا الماتيريال بروبرتيز لديور الومنيوم، شوف اليونج مود ليست هو تقريبا ثلث الحديد ثلث الستيل. عندنا الملتك بوينت مالته منخفضه جيده، يعني ممكن التعامل معاه 600 حوالي 640 درجه. الدنسيتي مواطئه 2700، يعني شويه يعني مره ونص اكثر من وزن العظام. افضل ما نجيب ماده معدنيه وزنها 5-6 اضعاف وزن العظام. الريزلتس. نعم تفضل على الريزلتس. طبعا راعي المواصفات الميكانيكيه للماده. نعم. هنا نلاحظ بالمخططات مقدار الستريس والشير ستريس. نعم. كوفيرنت ستريس، الاستيسيتي. نعم. شير ستريس استخراجه طبعا عن طريق وزن الماده. نعم. الاناليتيكال لاين اوف شير ستريس ماكسيموم مينيموم. نعم. اقل قيمه استخدمت اللي هي 45 كيلو غرام. نعم. راح يكون وزن سالب. نعم. 541. نعم. نعم. وعلى قيمة اللي هي 95 كيلو غرام. نعم. بغض النظر الآن هذا هنا عندنا الشكل رقم 4 اللي هو analysis of mechanical properties total deformation with loading تسعة أعلى وزن 95 كيلو غرام. نعم. سوينا شنو الخصائص الميكانيكية، حلي خصائص الميكانيكية للإمبلانت هذا. شايفين التوتال ديفورميشن، فنشوف هنا التوتال ديفورميشن أكثر شيء حتكون في منطقة أسفل الركبة أسفل. نعم. الجزء الأسفل راح يدخل بالعظم، يعني راح نسند إحنا وين منطقة الإسناد هي الأكثر تشوها. هنا أيضا البروبر أكوفيلنس ستريس تقريبا إجهادات ماكو قليلة جدا حتى لو كان الوزن 95، لأنه مادة معدنية فتتحمل كل أنواع الإجهادات. هنا عندنا هذا اللون الأخضر أنسيز أوف ميكانيكال شير ستريس، هم أيضا بالشير ستريس نشوف أنه كلها آمنة، ما عندنا أي مناطق اللي بيها مشاكل. كونكلوجنز test results the stress resolution consists of a covalent stress, shear stress, elasticity إلى آخره. نعم. هنا نعطينا أرقام طبعا هي أيضا the total deformation of dual element is higher than titanium، رغم أنه استخدمنا مادة أرخص وأقل أقل بالكثافة لكن ما هي تفوقت عن التيتانيوم والأكسيد الزنك مع الألومنيا، هذه أكسيد الزنك الألومنيا يعني تغلبت عليها في مجال الإلاستيسيتي، كانت أكثر مرونة. وهاي الريفرنسز أيضا جيدة. ممتاز. زينب عبد الله. نعم. ما أحلام مو يا مية من أنتي مع حور 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 حور. أوكي. الحسن. اوكي. هاي الحسن ياته نعطي درجته. اوكي هسه خلصنا من هذا التقرير. التقرير اللي بعده
تقرير اللي بعده منو جاي؟